الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الرسالة للأمة وللناس، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يعيش الناس في هذه الحياة وفي هذه الدنيا وعلى هذه الأرض، يعيشون على هذه الأرض الفترة التي أمر الله تبارك وتعالى بها القدر أن يكتب لهم ما قدره الله تبارك وتعالى أن يعيشوه من أعوام وشهور وأيام، ثم بعد ذلك يرتحلون، أو على الأصح يرحلون إلى عالم الآخرة، إلى عالم البرزخ والذي هو أول منازل الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يخبر الله تبارك وتعالى بقوله ولكل أمة أجل، أي لكل أمة ولكل جيل أو أمة اجتمعت على الكفر بالله تبارك وتعالى وعلى معاداة الأنبياء والرسل وعلى المكر لأتباعهم من المؤمنين والصالحين وإنزال السوء عليهم، لكل ذلك أجل، لكل أمة اجتمعت على ذلك أجل مسمى ووقت محدد لإنزال عقاب الله تبارك وتعالى. فإذا جاء أجلهم، أي الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لإنزال العقاب عليهم ولإهلاكهم في ساحتهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة، لا يتركون في هذه الحياة، يعيشون ويرزقون ويتمتعون، بل لا يستأخرون حتى لحظة واحدة. فإذا جاء هذا الوقت فإن الله عز وجل يهلكهم وينزل بهم عقابه وهلاكه جل وعلا. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية كذلك تدل أيها الأحبة
تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم إلى الأرض وقدر لهم أن يعيشوا عليها فترة من الزمن، فإذا جاء أجل أي أمة من الأمم أو جيل من الأجيال أو حتى فرد من أفراد هذه الأمم، فإذا جاء أجل أمة، جيل، فرد، شخص، مسلم أو كافر، فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون حتى لحظة. ليس المقصود بالساعة هي الساعة المعروفة اللي هي 60 دقيقة، بل المقصود أقل فترة زمنية، أقل فترة زمنية. فإذا جاء أجل الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتأخر أو يتقدم على ذلك ولو بلحظة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة، أي أن الموت مقدر على الناس والهلاك قدره الله تبارك وتعالى على الشعوب وعلى الأمم وعلى الأجيال، فإنه حري بالمؤمن أن يحرص على أمر عظيم. أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن هو ختام حياته. كيف تنتهي حياته؟ كيف ينتهي عمره وأجله؟ كيف يريد أن يختم الله تبارك وتعالى له بأي عمل؟ ختام حياته وحسن لقائه بربه جل وعلا، هذا أمر مهم جدا. فإذا الله سبحانه وتعالى وفق الإنسان المؤمن للعمل الصالح في آخر حياته، في ختام حياته، في آخر لحظات وآخر ساعة له، يعني وفقه إلى الصلاة، وفقه إلى الطاعات، وفقه إلى العبادة، وفقه للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك الله عز وجل كتب له خاتمة حسنة. الإنسان بكل آخر عمله في طاعة معناته الله سبحانه وتعالى كتب له وختم له بخاتمة حسنة. أما إذا لم ييسر ولم يوفقه الله تبارك وتعالى للعمل الصالح، بل ختم حياته بعمل سيء، عمل سيء، ترك الصلاة، عمل سيء، زنا، عمل سيء، ربا، عمل سيء، غيبة، عمل سيء، أي عمل سيء، فإذا ختم حياته بعمل سيء وذنب يغضب الله تبارك وتعالى ومعصية تجلب عليه سخط ربه تبارك وتعالى، فإنه بذلك ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. الإنسان يعيش عمره على هذه الأرض، إما أن يختم له بعمل صالح أو بعمل سيء. كثير من الناس عنده مشروع لا ينظر، لا يتأمل، لا يفكر بماذا سيختم له. طيب أنت الآن عايش حياتك عمل صالح ولا عمل سيء؟ عمل صالح ولا عمل سيء؟ وإذا كان هذا العمل الصالح فعلا كان عمل صالح، هل هو مقبول عند الله تبارك وتعالى ولا غير مقبول مردود عليه؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر المؤمن أن يحرص على حسن الخاتمة، أن يختم له بالعمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى، بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه آية نحن دائما بنكررها بالخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكرها في خطبة الحاجة، هذه خطبة الحاجة، وكان يعلمها الصحابة في جميع أمورهم وحاجاتهم، يعني في معاملاتهم وعقولهم، أن يبدأوا بخطبة الحاجة. ومن خطبة الحاجة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
ودخل الإيمان في قلبه أصبح عامرا بتوحيد الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شو يعني اتقوا الله حق تقاته؟ تقوى الله تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. دائما بكل سنة تطلب من ذكر الله عز وجل، لا تنسى الله عز وجل هو الخالق والرازق. اسمع أن الله سبحانه وتعالى ما بيرزق ما بينساك، بيرزقك في الليل والنهار، قائم بأمرك في الليل والنهار. أنت بتقول نعم والله سبحانه وتعالى قائم بأمرك وأمر عيالك وأمر أهل بيتك وشغلك ورزقك ونفسك حتى تتنفسه. كل ذلك فتقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تطلع شو الله سبحانه وتعالى أنعم عليك من نعم، تشكر الله سبحانه وتعالى عليها من نعم. والشكر هي أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تقوم لله سبحانه وتعالى بحقه عليك من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. الشاهد أيها الأحبة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا الشاهد، معنى قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي كونوا مسلمين، اثبتوا على إسلامكم وتوحيدكم طول حياتكم، خليكم على الإسلام. الإنسان دائما دائما يحرص أنه يكون دائما هو مسلم مؤمن، ما يعمل أي شيء يبعد عن الإسلام، يبعد عن الإيمان، يخرج من دينه. والله يا أخوي كثير من الناس، كثير من الناس بتلاقيهم بالليل والنهار يا أما ما بيهتموا بالصلاة، ما بتعني الصلاة لا من قريب ولا من بعيد، خمر، ربا، منكرات، فواحش، مخدرات، يعني كل شيء يخطر على بالهم يعملوا بالليل والنهار، بالليل والنهار، بدل ما يحرص على ان يكون على الاسلام بتلاقيه بعيد كل البعد عن دين ربه تبارك وتعالى وعن طاعته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ضلوا على اسلامكم. شوف الله سبحانه وتعالى شو امرك، شو الاوامر اللي جاءت من عند الله، صلاه، زكاه، صوم، صدقه، حج، عمره، امر بمعروف، نهي عن منكر، حاول قد ما فيه، فاتقوا الله ما استطعتم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، شق ذلك على الصحابه. قال يا رسول الله واينا يقوى على ذلك؟ فنزل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يعني بدك تحاول تجاهد نفسك. دائما اوقعك الشيطان في معصيه، ترجع توقف، ترجع الى الله سبحانه وتعالى، تكون اوام. أواب، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة تقع بها، ارجع إلى الله، توب إلى الله حتى تبقى على إسلامك وعلى إيمانك. فيصادفك، فإذا صادفك الموت، والموت يأتي فجأة بعد، إذا صادفك الموت وجدك على إسلامك، وجدك على إسلامك فتموت على إسلامك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إذا صادفكم الموت، صادفكم الموت وأنتم على إسلامكم، تموتون على إسلامكم وعلى إيمانكم بالله عز وجل. إنما الأعمال بالخواتيم. والإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، هذا في الأغلب. الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه. يعني إذا طول عمره هو بيقرأ القرآن وبيصلي وبيزكي ودائما قريب من الله سبحانه وتعالى، فالأغلب الأعم أنه يموت على الإسلام، إلا إذا علم الله سبحانه وتعالى منه ومن قلبه خلال ذلك، أنه يعني يظهر هذا الأمر ولكن هو في قلبه بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في آخر حياته يبدل، فبصير يموت على الكفر والعياذ بالله وعلى المعصية صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بالحرص على نيل الخاتمة الحسنة وعلى حسن الإعداد للقائه جل وعلا. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله أي إذا لقي الله يرجو حسن ثوابه
ويخاف عقابه فليعمل عملا صالحا في هذه الدنيا. يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للكتاب والسنة. العمل الصالح هو الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قد يقوم الإنسان بعمل بصلاة أو بزكاة أو بصدقة أو بعمرة أو غير ذلك، ولكن لا يخلص العمل لله عز وجل، يحب أن يراه الناس، هذا فيه نوع، هذا الرياء، هذا نوع من الشرك، وهو الشرك الأصغر الذي يسري بالعمل. دائما الشيطان يحاول أن يؤشر إلى السلة هذا السم، إلى السلة هذا السم، وهو الرياء. أي عمل بدك تعمله إنك تراضي في الناس. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، وفي رواية أنا بريء منه وعمله لمن أشرك. يعني أنت بدك ترائي الناس، خلص هذا العمل للشخص اللي أنت إيش عم ترائيه، اللي عم تفرج شيء إنك أنت عم تقوم هذا العمل. فالعمل حتى يكون مقبول عند الله، حسن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للشرع لهدي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. الخاتمة الحسنة أيها الأحبة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحرص على نيلها. الأنبياء والرسل على من يلون من الناس كانوا رسولهم كذلك بهذا الأمر. لذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأنبياء كانوا يوصوا ذريتهم وأتباعهم والناس اللي بيتولوا أمرهم، يوصوهم على أن يموتوا على طاعة الله وعلى دين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، ولا دين غيره عند الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، خاتم